حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا شفت النيله كل يوم علينا. ازيك يا عمي؟ ازيك يا حبيبي؟ جامعين عند النبي ان شاء الله. يسمع من بقك يا عمر يا ابني. ازيك يا ام؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا حبيب خالي. والله يا عمر يا ابني قعدت افكر في كلامك عن صله رحم، وافكر وافكر وكلامك يزني في دماغي يزني في دماغي. قلت لا، الواد عنده حق، لازم اعوضك على اللي فات واديك من حنان او حياه ربنا. ايوه بس هو يعني يا ما فيش صله رحم خالص، يا يوم ويوم لا. يعني على العموم بيتك ومطرحك يا عم، بيتك ومطرحك. انا جوا عم اجيب لك بسبوسه يا دنايا. هعمل نفسي كوبايه شاي. لا مؤاخذه، هقوم اعمل له الشاي. فنجان قهوي. من عينيا. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. وانت يا كامل ناوي تعمل ايه بعد ما رجعت مصر؟ والله في يابا بفكر اسافر تاني. يوه معقوله يا حبيبي؟ هو انت لسه لحقت تاخد نفسك؟ بهزر يا مرات عمي اهو. بتناقش يعني؟ ايوه بناقش. ما تناقشيش. عاجبك؟ عاجبك اللي بيعمله ده؟ اخو المرحوم جوزك الله يرحمه عايز يكوش على المصلحه لوحده. مصلحه؟ مصلحتي هي يا ابراهيم؟ وانا اللي طالع عين امي اللي هي ان ذا سيم تايم امك، عماله نلفله على مشاريع يمين وشمال، ويجي ده يلهى في المصلحه. والله ما انا فاهمه منك حاجه، بس اذا كنت خايف على كامل، كامل ما يتخافش عليه، كامل ناصح وواعي وفاهم هو بيعمل ايه كويس. عاجبك كده؟ اقعدي انت لخبطي في الاكل ياما وخلي السكر يلعب بينا الكوره. يا ابني طباخ السم بيدوق، وانا بصراحه كده من ساعه ما كامل رجع وانا نفسي اتفتحت على الاكل. امال اشمعنى انا نفسي اتسدت؟ ياما كله بحساب، انت صاحبه مرض واحنا ملناش غيرك. وبعدين طول ما انت قاعده تطبخي اشكال والوان كده، رجلين عمي وخالي مش هتتقطع بالبيت. وماله يا حبيبي؟ مفتوح بحسك. ياما احنا هنضحك على بعض، طول عمري حس في الدنيا. الحكايه وما فيها، كامل فلوسه اللي راجع بيها من العراق، اللي عايز يهبش واللي عايز يهبر. انت هتعمل زي خالك ابراهيم؟ برضه كان عمال يلمح كده بكلام عن كامل وفلوسه. وغلاوتك يا رؤى، لا ابوهم هيطلع على شونا. كامل اللي راجع غير كامل اللي سافر، وانت عارفه كده كويس يا ام. واول واحده جربت نار قلت له المصحف ما انا نازل غير لما اخد عمولتي، هي الشركه بتكسب من وراء قليل. انا عارفه يا ابني. شاي يا ماما. تسلم ايدك يا طومه، اوعى تكون حطيت لها سكر. يوه والله ما انا عارفه حطيت ولا ما حطيتش. طب استني استني هندوق. بيتك هتجيب لنا كلنا سكر. طب هيتعمل واحده. استني اشرب من فلوس سكر. ربنا ما يقطع ابتسامتك دي اللي بتصبرني على اي حاجه. عليها قلبة وش ياما تقطع الخميره من البيت. يا صباح الفل. بتصبح عليا ليه؟ انت هتصاحبني؟ ولا طول. عمر انت عايز تجنني صح؟ وانت ناقصه جنان. وبعدين فيها ايه يعني؟ لما نخشب شويه وادلع عليك شويتين وبرطع تلات شويات. تلاته بالله العظيم انت لاسع جدا. والعلم بقى اكبر دليل على لسعاني ان عزمك النهارده على العشاء. بموت في لياقتك. استناكي في نفس المطعم اللي شهد اول لقاء حبنا. فاكراه؟ فاكراه. يا خساره. استنى عشاء بالله. مالك يا بنتي؟ احنا كل ما نيجي المكان ده تقعد تفتح حوالين نفسك؟ عليك فلوس صاحب المحل وخايف يقفشك ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي نلعب لعبه لحد ما العصير يجي. نلعب؟ وانا بقول لك نلعب عريس وعروسه؟ دي لعب بسيطه. انا هقول لك ايه اللي جوه شنطتك، ولو صح تطلعي تحطيه على الترابيزه، يبقى انا خدت نقطه. ماشي؟ ماشي. خرطوم صباع روش واحد، فرشة بلاط فرشة شعر اتنين، مراية عشان نشوف الجريمة اللي بنعملها في وشنا وهنتحاسب عليها ان شاء الله تلاتة، اللي بنبخه ده انت لو معايا وانا بحضر الشنطة مش تبقى عارف الحاجة كده، اربعة. دي قطرة يا بنتي، ماديليا عليها حرف اتش. ما هو عشان انت اللي جايبها يا بنتي، دي حاجة بسيطة. أنا دايماً خيري عليك يا هاني، معقولة؟ ولا أنت نسيتي؟ العزومة اللي فاتت واللي قبلها واللي هتبقى بعديها إن شاء الله. تعيرني في المكان. عصير، عشا، فتيلة. استني واحدة للفوت. فوتت مني يا ابني، روح بشكير، روح بشكير.
قوم قوم اتشطف يلا قوم اتشطف لحد ما نغير المفرش. الأخبار تمام يا باشا. تمام الحمد لله. لطيفة الشركة ده مكتب جلال؟ أيوة صحيح. حطيت الكاميرا فين؟ في الترابيزه يا سعادتك. ما تخافش يا باشا مش هتلاقي اثر لاي حاجه. انت كده تمام يا عمر، عملت اللي عليك. طب الحمد لله سعادتك. عمر انت كده مهمتك انتهت. لو حصل ان احنا اتقابلنا لاي سبب من الاسباب انت لا شفتني ولا تعرفني ولا تحكي اللي حصل ده لاي حد مهما كان قريب منك. انا سعادتك انا لو حبيت اشوف مفهوم يا عمر؟ مفهوم سعادتك.